كراد اكس بالاس اش اد اكس بالاس اش اد اكس بالاس 5 حلو اكس بالاس 5 ناقص 1 تعال نكتب القانون تبعه هو اكس ناقص 1 ضرب مين اكس بالاس 4 ضرب اكس بالاس 3 عفوا زائد اكس بالاس 2 زائد اكس زائد 1 صح ما هيك هذا المقدار لو جيت قارنته مع هذا المقدار تمزح بس ليش راحي اي اوكي يلا هذا المقدار اكس بالاس 4 زائد اكس بالاس 3 زائد اكس بالاس 2 زائد اكس زائد 1 شو الفرق بينه وبين هذا المقدار شو ناقصه طيب راح اضيف هون 1 وهون 1 شو بصير هذا المقدار 10 معناته انا هون فيني اشيل هذا كله وشو احط بداله 10 صح لانه هو عطيني 10 عطيني 9 ناقص 1 ضفت له 1 شو صار 10 طيب تعال نكتب التمرين مره ثانيه اكس ناقص 1 تساوي اكس بالاس 5 ناقص 1 اكس ناقص 1 ضرب ايش قد ضرب 10 تعال نفوت ال 10 جوا بصير عندي اكس بالاس 5 ناقص 1 تساوي 10 اكس ناقص ايش قد ناقص 10 نقول 10 اكس لهم شو بتصير بصير ناقص 10 اكس ونقول الناقص 1 لهم شو بتصير زائد 1 شو بيطلع الجواب 5 اكس بالاس 5 ناقص 10 اكس تساوي ناقص 9 تمام جميل التمرين صح لانه فصل